أقبل إليها زجور يزجرها بكلامه، ينادي لازم أسلم بإيد اليتامى، من كربلاء ما تطلعي بالسلامة إلا بركوبك بالضرب فوق المطية. قالت بخاف الله ولا تروع يتامي، أطفال من عظم المصيبة فاقد الراي، من يوم سابع يا زجر ما شربت الماء. وانت تضربها ما تخاف من رب البرية. انا اعول على هذا البيت، اسمع ايش قال لها. ما ينفع صياح على ذبحة اخوتك، هذا البيت هدية لك يا ابو صالح اسمعه. ما ينفع صياح على ذبحة اخوتك، صوتك سمعته وجال ما ينسمع صوتك. أنا لضرب أيتامك حتى تتملين موتك، تسمع الكلمة يا ولا. والكوفة لازم ناخذك يا الخارجية، عندك حاجة؟ سمعت ودارت وجهها للشريعة بدمع مسجود، نادت يا نايم على النهر بالعجل، قوم تحلالك النامة وانا في ولية القوم. ترضاها زجر ياخذني سبية. بعد 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 ها شنو قال لها اللعين؟ لا تقولي انت مخدرة خدر اشترى يطلع صوتك بالبكي ها، انشج على اهل البيت. لا تقولي انت مخدره خدر اشترى راح، لازم تهبط الراس حسين راسه فوق الرماح، وصيوان خدر اشطاح لما انكاف.